أنا متواجدة ومو بعيدة عن الساحة، بس اسألوا المنتجين والمخرجين والقائمين على الدراما وينهم عني. هذه الجملة جاءت في مقدمة الحوار مع الفنانة الغائبة هدى حمادة. بلا شك أعزائي كثير منكم يسأل عن الفنانة هدى حمادة، وينها؟ صار لها فترة ما ظهرت على الشاشة. من الملاحظ أن كثير من الفنانين يختفون فجأة عن وسائل الإعلام، وإحنا نسأل ليش، وأنتوا أيضا تسألون نفس السؤال، لعل لكل منهم مبرراته. هدى حمادة تميزت من خلال أدوارها، وكلنا ما ننسى مسلسل البريج المكسور ومسلسل جحا وأيضا مسرحية طماشة. تعالوا نروح لهدى حمادة ونشوف فترة الغياب ليش. يا ليت يا ليت رد مثل أول. أنا مليت يا حمد، ولا ودي إنك تصير كذي. نبي نضحك ونمزح مثل العادة. ما نقدر يا ليلى، واللي فات مات. إحنا إيش علينا؟ خلي كبار فهموهم، وحنا نرد لطبيعتنا، سوالفنا وضحكنا ولعبنا. أنا وياك عزيزي المشاهد نرحب بوجود الفنانة هدى حمادة ويانا في برنامج فنون. مساء الخير. يا هلا ومرحبا فيك. هلا. يمكن احنا مثل ما ذكرنا السادة المشاهدين ابتعادك الطويل، يمكن من زمان ما شفناك في اعمال، تعودنا دائما نشوفك في اعمال كوميديه اعمال دراميه في التلفزيون، ولكن الفتره الاخيره ما قمنا نشوفك في هالاعمال. انا ما ادري ليش يعني ابتعادي عن هالتلفزيون تسمونه ابتعاد. اولا انا ماني مبتعده موجوده، ولكن يمكن سبب ابتعادي هذا اللي تقولون انتم تسمونه ابتعاد، يمكن هي اني قاعده انقي ادواري، قاعدة أختار أدواري، وبالذات لأن الحين في الوقت الحالي إحنا يعني ما أدري، أشوف إن الأعمال أو الأدوار بالذات اللي قاعد تقدم مش المطلوب يعني. فأنا ماني مبتدأ موجودة والله الحمد، ولكن في نفس الوقت قاعد أختار دوري، فهذا يمكن أكون شوية أغيب سنة وأرجع السنة الجاية. يعني احنا على مدار يمكن كذا عام سمعنا نفس الكلام ينقال، لكن لغايه الان ايضا مو معقول ما في نص عجب هدى حماده عشان تشارك فيه. بصراحه ما ادري ايش اقول لك، بس بنفس الوقت النصوص اللي قاعد تقدم لي ما اشوفها انها لي، او الادوار مش مرسومه لي انا. فمش مساله اني فضلت الانتاج على اني لا والله اني او اني اكتب لعشان انا اطلع نفسي. سبقتك أنا في السؤال، بس في نفس الوقت قاعدة أختار الدور اللي يناسبني، سواء كان من كتابتي أو من الأدوار أو المؤلفين اللي قاعدين يعطوني النصوص. وهي سميرة، أستاذة سميرة لو سمحت، أشوف كنها طالت وشمخت. ها، قبل تطلب مني هالطلب شوف نفسك أنت شنو. أنت مجرد شاعر مفلس باع مبادئ او قيمه علشان الادمان. انت قلت هي مو الانتاج اللي اخذني، بس يمكن الانتاج شيء يبي له تفرغ، يمكن اكثر اهتمام اكثر. هل ممكن يكون الانتاج هو اللي ابعدك او خلاك تستقلين في دور النصوص اللي قدمت لك، او تحسين انها غير مناسبه لك؟ بالعكس، انا اشوف الانتاج ما اخذني يعني، ولا على قولتهم بعدني عن الساحه الفنيه، لاني ما زلت فنانه، سواء كنت منتجه او مؤلفه، ولكني فنانه، بدات كفنانه. لكن ما أقول إن الإنتاج أخذني لا، ولكن يمكن الإنتاج يكون بالنسبة لي إنه راح يعطيني الأدوار اللي أنا أبيها، الأدوار يمكن اللي مرسومة لهدى حمادة، فهذا اللي يخليني شوية إني أتأنى دائما لما أي بقدم عمل، فلا بد إني أقرأ مليون مرة أو إني أرد أكرر الشغلة هذه مليون مرة في بالي قبل لا أنفذ هالشيء. أنا سمعت في 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 أو قريت في أحد لقاءات الصحفية قبل هالمرة أن هدى حمادة تقول المنتجين دائما يتوجهون أو حبوا أنهم يتوجهون إلى الفنانات اللي توهم جدد، ما يبون الفنانات اللي توهم جدد. ف خلنا أقول لك شغلة، بوقتنا الحالي يمكن دائما المنتج ينظر للأرخص، ما يعني ينظر مثلا عفوا فلانة سعرها كذا أو تاخذ كذا، فيقول لك هذا بيكلفني وايد. أنت أحد المنتجين يعني. لا، أنا من ناحيتي حتى لو منتجة، ولكن إذا شفت إن النجم راح ينجح لي عملي طيب راح أختاره حتى لو كان ياخذ السعر الفلاني، وأعتقد الأغلبية اللي اشتغلوا معاي شافوا هالشغلة هذه. لكن في نفس الوقت أنا أشوف إن مثلا لو عدم وجود الفنان أو عدم وجود الشخصية هذه متواجد، فممكن إني أنا أخذ من الشخصيات اللي توها مبتدئة، ولكن لابد إن المخرج يتعب عليه عشان يطلع في المستوى المطلوب. فأرجع وأقول لك حتى لو كنت منتجة، ولكن أنا دائما أنظر للعمل، شلون بخليه ناضج، شلون بقدمه للجمهور.
فصجنا المنتجين في الوقت الحالي ينظرون إلى الأرخص ولمن والحكي هذا، ولكن ما ينظرون للإسم أو للفنان الحقيقي. يعني أنا أعرف إن إحنا قبل طبعاً في الثمانين لما كنا نشتغل صدق كنا إحنا مبتدئين، ولكن أرجع وأقول لك كان يمكن كل فنان يتعب على النص، يتعب على العمل. ليش؟ لأنه في مشاركة، فالمخرج على المؤلف على المنتج على كله كله كانوا يتعبون، تلقاهم كلهم متعاونين ويتعبون على العمل سواء كان مبتدئ أو مش مبتدئ. الحين بالوقت الحالي تشوف لا للأسف يلا عمل ونبي نشتغله سواء تعبه وما تعبه. وإيه نعم، والكلمة الأساسية ممكن تقول حق المنتج مش حق المخرج، مع أني أنا منتجة ولكن عمري ما كنت متسلطة في هالأسلوب. أنت ما تقول ليش فوق مصر الشارع؟ اسمع أنا بيك تطرد هالخدامة وتشوف لي غيرها. خلط أنا من الأول قايل لك إن طلباتي كثيرة، لكن سمعي عاد أنا مستعدة أسوي لك أي شيء إلا أني أخذ الخدامة. اسمع عاد أنا أبي خدامة راقية تتكلم إنجليزي على الأقل عشان أقدر أتفاهم معاها. خدامة راقية تتكلم إنجليزي بعد؟ إي نعم. بس يا بنيتي أنا ماني مقصرة معاك، إيش حق خدامة بعد؟ أدري يا خالتي أنت مقصرة معاي، لكني أنا ماني حابة أثقل عليك أكثر من كذي. عندي عملين إن شاء الله وأعتقد إني قلت عنهم كذا مرة. عندي إن شاء الله سهرة من 4 أجزاء بإذن الله اسمها الجدران المشروخة، وإن شاء الله عندي عمل من 10 ساعات اسمها دموع الأفاعي. ولو يسألوني ليش دموع الأفاعي؟ صرت جدران مشروخة ودموع الأفاعي. بيني وبينك الأسامي أنا شايفتها إنها لايقة، يعني جاية على العمل أو بالأحرى. فيها كممثلة ولا كمنتجة؟ الاثنين.